أعزائي المشاهدين السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد رياكشن جديد على القناة. أوكي خوت، التراك اللي طلبتوه مني أغلبية الأصدقاء فتحوا طلبوا مني التراك هذا أمبير سومي أوفيسيال ميوزيك فيديو، غادي تمسكوا غادي نتفرجوا. سومي الخوت اللي ما كيعرفش المعنى ديالها هي القمة، فهمتي؟ يعني التيتر ديال التراك هو القمة. نشوفوا هاد القمة اللي بغى يطلعنا ليها أمبير. قبل ما نبداو في رياكشن ما تنساش لك تشوف المارك شادنا على اليوتيوب أنك تضغط زر الإعجاب، اشترك في القناة، تفعل الجرس وكتب اشترك معنا. ما تنساش أنك تضغط زر الإعجاب باش نحط كومنتار بعد الإنترو. نبداو رياكشن ديالنا. لوبي في البيت دندن دان داني غادي مع تيمبو بلا ما نحس فلو مع ناستريون توب لايني غير خلي البيت مطلق وزيد في الجين راح كمل الجيم لوكو في الراب لوكو في التراب لوكو ميكس برا. اوكي خوت، نبداو رياكشن ديالنا امباير سومي. عفيف في حاج اخويا، لي بروجي ديال عفيف في حاج صراحه كلهم كيكونوا ناضيين صراحه، يعني من افضل بروديوسر اللي كاينين في سميتو في تونس. تونس تاكسو فيم تاع بيكنيك خليتها لا فرنسا الباتريك مسكين. تاكسو فيم تاع بيكنيك خليتها لا فرنسا الباتريك مسكين مواطن في البيرو توريست احتلنا بسانكورو. ماشي غاتونس باش نكونوا فاهمين، ماشي غاتونس اخويا، كاع الدول اللي كانت محتله من فرنسا راه هذا هو البلان ديالها. زيد اخويا سكرام خاخ تتحل بالكوتبين بربشو لدين بالكوفيد. واو 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 واو، كاينه شويه الفلسفه مع لي ميتافور، مع شنو نقول لكم، مع دي بيك على دي سوجي. ما عرفتش شنو القمه اللي غيبغي يوصلنا ليها امباير، ولكن باين باغي يهضر على شي حوايج اللي الناس غافله عليهم بزاف، وفريمو كاين بزاف الناس غافلين على هاد البلانيت هادو. تونس تاكسو فيم تاع بيكنيك خليتها لا فرنسا الباتريك مسكين مواطن في البيرو خلاتها لا فرنسا الباتريك، يعني لا فرنسا ملي خرجت خلاتها الباتريك. باتريك كيقصد بها عميل من الاخر، هادشي اللي كنظن. توريست احتلنا بسانكورو مسكره مخخ تتحل بالكوتبين مسكره مخخ تتحل بالكوتبين بربشو لدين بالكوفيد بربشو لدين بالكوفيد. ما عرفتش شنو كتقصد شنو المعنى ديال بربشو، ولكن كنظن بانهم لعبوا في لدي ان، هادشي اللي كنظن، لعبوا في لدي ان بالكوفيد وباللقاح، فهمتوا؟ هذاك اللقاح لعبوا به بالكوفيد، فهمتي؟ داروا فينا ما بغاو من الاخر، داروا فينا ما بغاو بسبب هذاك السينما وهذاك هذاك الفيلم ديال الكوفيد، وركب الرعب في الناس باش يمشيو يديروا هذاك اللقاح. وهذاك اللقاح اخويا لحد الان راه بانوا شي اعراض في شي ناس، راه السلامه. تلنا بسانكورو مسكره مخخ تتحل بالكوتبين بربشو لدين بالكوفيد سوشيال ميديا مرضى انفلونزا كوتش دوفي سوشيال ميديا مرضى انفلونزا ولا انفلونس مساج ومصا في السونا رصات الخونة في الكوما انترتيان في اللاك يمشي بليدينك شوفها على الانستا قبل لينكدين ماستر دكتورة وبريبا سونتر دابيل لمك المرضى روضة. هنا كيدوي على دوك الناس اللي شدوا الماستر اللي قراو وفي الاخر خدموا في دي سونتر دابيل كي المرضى. سونتر دابيل باش تخدم فيه هاشي خصك تكون اخويا عشان الراس ديالك كيفاش كيولي، كنت كنعرف شي دراري خدامي في سونتر دابيل وشي بنات عارشي ملي كيخرجوا ملي كيسالي السيرفيس ديالهم صافي خصو يمشي صافي خصو يشرب فانيد وينعس من الاخر حيت الراس ديالو بكثرة الهضرة في التليفون بكثرة بزاف خويا صعيبة. شوفها على الانستا قبل لينكدين ماستر دكتورة وبريبا سونتر دابيل لمك المرضى روضات وليزيد وسييت البيت واعر الخوت عرفتي، وحتى المونتاج ديال الفيديو مع البيت مع الدقه ديال الدرامز مع المهم وهذوك لي ديزيفي اللي حاطين سواء في البيت و لي زيفي اللي حاطين في الكليب داك الشيء متناسق ديال بصح. المرضى روضات ولي زيد نسيت دخلت لك في الدوزيام بوجيات بوترين دزمني في الكوشي شيراها ورقت بكروشي سويبات تلبت في المرقه زعبين وتمرتيخ في الزنقه ترافيك الجامعة وبلانيت ستاديت بيتاردو وفلاميت بوليس تكنيك رجعت للفار كورفا كرنفال في البولفار فيك بيك صلح مخي سوق فيك بلادك لي متريكن قالوا صوتي شيخ عبد النتيك اللي يحبوك ميت اما انا ما ناقف كان في السومي فوق سومي ناقف كان في السومي فوق.
اوكي بغا يقول لك انا اللي غنوقف في القمه حيت انا ما باغيش نكون ماشي ما عنديش عقليه القاطع وما متبعش هذا الشيء وما كيتاثرش بهاد البلانات اللي كيوقعوا لاغلبيه الناس الجرو راه هذا الشيء فهمتي ولا لا؟ السوشيال ميديا هاد قاعد السيناريوهات اللي تيقول بانهم محبوكين وبان الناس محكومين يعني الحياه ديالهم كامله محكومه كيفرضوا عليك شنو غدير وكيفرضوا عليك شحال تعيش وباش غتمرض وباش شنو غتاكل وشنو غتشرب. ولكن اخويا ما عرفتش شي صعيب باش تناقشوا صراحه حيت ما كاينش معاه من اصلا. واعر هاد اللقطة هادي والله حتى واعر فهمتوا البلان دابا هاد المرايا بحال كاين القارئ المهم قارين ديالو دار شاف فيه ولا شي بلان فهمتوا فيك شي خبدا نديك اللي يحبوك مي طما انا ما نقف كان في الصومي. واش هاد اللقطة هادي ديال الطيارة عاوتاني شنو المعنى ديالها؟ طما انا ما نقف كان في الصومي صالات مطارد فكرتني في ديك اللقطه ديال 11 سبتمبر هذوك البرج ديال الميريكان فاش ضرباتو الطياره ولا ما عرفتش المهم هذاك الفيلم. انا نقف كان في الصومي صالات مطارد مفوح بوتارك متربع على الميدا تقول ريستو على كارت ما جيتش نستاد جيت نوكل في الحوطه كان ضحكت من فوق بس ضحكت من اللوت حد ما كلمني ما كلت ما جيتش باش نصيد جيت نوكل الحوته جيت نلوح ليها الطعم ولكن ما صيداش غير تاكل بس ضحكت من اللوت ما كلمني ما كلت نسنس صغير المرش في الدران اليوم في البزنس صفري في الظلام باش تبيس في الضوء حياتك فيني البرتاجيها تراوها حتى كان مش لابس لون تي تسمرني بين الفين في اللون فيه مسمار في عينك مش في حيط جمرك ستين ستي كوارت مضروبين سبامي دارخ لعاير بي ام بي كلاس سوسيال مشكتها الكريز راكب بغلة ولا برابيس شعبيق وتخرتيل وتخرديق جان جانج وحومة لخاطيك قاقر المسخة والليريك حكاولي كارتوش سامع فوشيك بلاس فوندوم شلزيد على الفريب شلفني عرف شو علاش كيدوي ولكن باش نشد الليريكس كاملين جاتني صعيبه فهمت شو ولا لا؟ حيت بكلمه كيوصل لك داكشي اللي باغي يوصلوا لك في السطر فهمت شو البلان يعني السطر كيوصل فيك في كيوصل لك شحال من المعنى في اللون فيه مسمار في عينك مش في حيط جمرك ستين ستي كوارت مضروبين سبامي دارخ لعاير بي ام بي كلاس سوسيال مشكتها الكريز راكب بغلة ولا برابيس شعبيق وتخرتيل وتخرديق جان جانج وحومة لخاطيك قاقر المسخة والليريك حكاولي كارتوش سامع فوشيك بلاس فوندوم شلزيد على الفريب شخرة الفيويت على البريد بالاسات في بلاسة البتاحية ما تونس دمي الكاتكو بدافريك يعني هادشي كامل اللي واقع راك تونس دات كوب دافريك 2006 ولا 2004 فاش ربحات المغرب في فينال يعني هادشي كامل بنادم داير بالو غير مع الكوره شو شحال من حاجه شحال من افه كاينه عندنا في المجتمع وشحال من حاجه مسيطرين على الحياه ديالنا وحنا بالنا غير مع الكوره فهمتي ولا لا متبعي الكوره كنظن ان هادشي هادي الخلاصه ديال هادشي كامل اللي باغي يوصل لينا هو بريد بالاسات في بلاصة البتاحية ما تونس دومي الكاد كوب دافريك تونس دومي الكاد كوب دافريك فيك بيك صلح مخي سوق فيك بلدك لي متريك انقالوا صوتي شي خبدا نتيك اللي حبوك ميت اما انا ما نقف كان في الصومي فوق صومي نقف كان في الصومي فوق صومي خبدا نديك اللي حبوك ميت اما انا ما نقف كان في الصومي فوق كان في الصومي فوق كان في الصومي فيك كان في الصومي اما انا ما نقف كان في الصومي هذا هو أخويا هذا هو ما يسمى بالإبداع سواء موسيقى سواء في سوجي أو في ليريكس سواء في كليب أخويا إبداع بمعنى الكلمة غادي نعاود نسمع التراك دابا من بعد الرياكشن باش نفهم مزيان نحلل مزيان الكلمات وخا أنني
ما كنحملش ما نفهمش كل شيء في الاول، فهمتوا؟ كيعجبني نفهم كل شيء، ولكن راه فهمتوا كاين شي حوايج خصك تبحث فيهم باش تعرفهم شنو كيقصد فيهم. ولكن اون جينيرال فهمنا التراك ديالو، فهمنا المعنى، فهمنا شنو بغى يوصل لينا. احنا كاملين بغينا نمشيو للسوم يا اخويا، بغينا كاملين نمشيو للسوم، بغينا كاملين نعيشو في القمة، ولكن ما خلاوناش اخو، فهمتوا ولا لا؟ نتمنى الامور تبدل. اون بيغ تبارك الله عليك خويا عفيفي، الله يعطيك الصحة. كانت هذه رياكشن ديالنا على تراك سومي اون بيغ. نتمنى تكون عجبتكم رياكشن. الا كنت اول مره كتشاهدنا على اليوتيوب، ما تنساش انك تضغط على الاعجاب، اشترك في القناه، تفعل الجرس، وكنتي مشترك معنا ما تنساش انك تضغط على الاعجاب. واش خلينا واحد الكومونتير، شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو في رياكشن اخرى ان شاء الله.